فلا طريقة كيفية إلغاء تفعيل كرامة الحافة على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل والمهارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على قائمة المساعدة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إظهار كرامة الحافة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل إظهار كرامة الحافة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.